ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. عايز أعمل تفاح النهاردة، فطاير لطيفة وجميلة، أعمله أوزي، مقادير أوزي التفاح، وده طبعا حصري تفاح أخضر أحمر. أنا جبت الاتنين عشان يقول لك ليه الأحمر وليه الأخضر، أحمر وأخضر معانا، والأنواع التفاح اللي موجودة في السوق مفيش أي مشكلة. هناخد التفاح الحلو ده كده مع شوية موز، مع شوية مكسرات، مع معلقتين عسل أسود، مع العجينة بتاعتنا عبارة عن كوبين من الدقيق، بياخدوا طبعا بيض وزبدة، وبنعجن عجينة لطيفة، والقرفة بتاعتنا، ونشوف نعمله مع بعض إزاي. حابب إن أنا أعمله النهاردة بطريقة جديدة. أول حاجة بفرغ التفاح. أفرغ التفاح كالعادة، أنا عامل اتنين طبعا حضراتكم زي ما أنتم شايفين كده، وجايب محلول حمضي حاطه علشان ما يغيرش لون التفاح. طب افرغ التفاح ازاي يا عم الشيف؟ بطريقه سهله خالص، القطعه، بجيب التفاحيه كده بالشكل ده كده، بالسكينه بشيل دي بالراحه مش عايزها، ومقوره الكوسه، معلقه النوازيت اللي زي دي كده، تعملي بقى بطيخ، تعملي بقى شمام، كل الاكسسوارات دي موجوده عند اخواننا بتوع الادوات المنزليه. وفرغت التفاح بالشكل ده كده. كل ده تغيير لاولادك، كل ده حاجه حلوه للاولاد مش هتلاقيها في محل الحلويات. ادي التفاحيه زي دي كده خلاص جاهزه. نعم يا غالي. لا مش هيترمي طبعا، احنا مش بنرمي حاجه. بيقول لي القلب اللي انت طلعته ده مش هو ده يعني بفلوس؟ معاك حق. ده كده خلاص، دي مش عايزها، بشيل ده كده بالراحه خالص اهوت. وتجيب التفاح وانت بتشتريه، تجيب التفاح اللي هو يبقى سليم ويبقى طازه، ما يكونش مركون عند الراجل الفكهاني، عشان يبقى الغشاء الخارجي ليها او الكفر بتاعها قوي بالشكل ده كده. سامع الصوت ده اهو كده؟ دي فورتها كمان واسويها كده حلو اهو. وناخد الاربع تفاحات الحلوين دول نخليهم هنا. تمام، قلب التفاحه وحلاوه التفاحه معانا من الموز، صباع موز كده. عندك فراوله مفيش مشكله، بناخد الموز ده بنحطه هنا. حلو قوي. معانا شويه قرفه، معانا شويه مكسرات من جوز الهند، شويه زبيب، شويه فول سوداني. كل ده يا عم الشيف على فين؟ اهو في نار هنا، نقلب كده. بنجيب معلقه زبده او معلقه سمنه اختياري. ملاحظه ان انا هنا بدات الحلقه حطيت كل حاجه ممكن استخدمها على النار علشان اكسب وقت. معلقه زبده صغيره كده تكرملي السكر اللي انا حاطه على القرفه بالشكل ده كده. تمام، ننزل بالفواكه بتاعتنا. حلو قوي. بمعلقه تانيه خالص كده نقلب ده. ده التفاح اللي انا طلعته من قلب التفاح مع موز، عايز تحط فراوله اهلا وسهلا، مع شويه زبيب، مع شويه جوز الهند، مع قرفه. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ مع عصره ليمون حلوه، كل ده مع بعضه. حلو قوي. ممكن تحطي فانيليا لو بتحبي الفانيليا يعني، بس خليكي مع القرفه حلوه في ايام الشتاء بالذات. هنخلي ده كده على النار زي ما هو، وناخد بعضينا ونفرد العجينه الحلوه دي كده. دي عجينه، مقاديرها شفناها مع بعض.
بنفرتها بشوية دقيق. الشكل ده كده. ونقطعها على أربع مربعات. أربع مربعات. واحدة قاعدة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. أهي. كمان فردة بالشكل ده كده. بشكل مستطيل. حاجة على النار، لحمة بتستوي على النار. خرشوف على النار. أنا بعلمك إزاي تنظمي وقتك، شغالة في الحلو والحاجة على النار. واقفة بتبص عليها من وقت للتاني، أهو. عجينة نظبطها كده، الله. أرقها. ممكن على فكرة تعمليها بعجينة الملفي اللي موجودة في السوبر ماركت. أنا مش بحبها، غالية والله. للأمانة، جيت أجيبها لقيتها سعرها خيالي، مش عارف ليه. حلو؟ فعملت عجينة على إيدي. دي زبدة بيض، دي زبدة بيض. عجينة زي الفل. هبدأ أقسمها. حلو. وإحنا مع بعض كده واحدة واحدة بشيل الأطراف، مش عايزها. في السلة بنلعب أهو. ده كمان مش عايزه. واجي في النص كده. بسم الله الرحمن الرحيم. خط مستقيم ونفس القصه، خط مستقيم واحنا واقفين مع بعض. ونشيل العجين الزياده ده، مش عايزه. حلو. وناخد اول تفاح نمركزها، وناخد الحشو بتاعنا الجميل الحلو ده كده. تفاح، موز، زبيب، جوز الهند، فراوله، حبة تحطي اهو زي ما هو كده. بناخده في طبق تاني اللي كنا شغالين فيه من شوية عشان الحاجة دي تبرد شوية، ونحطه هنا كده. الله. للأمانة عايز احط معلقة عسل اسود. عسل اسود يعني حديد. شفت الجو ده كده؟ هو ده. بإيدك يا أختي، بإيدك يا أمي، بإيدك يا ست الحبايب، تعملي أكل صحي. اختراع. حلو. نقلب كده ونمسك واحدة واحدة كده. حلوة الفكرة، هتعجبك. ها، كل واحد ياخد التفاحة بتاعته ويقعد على جنب، يمسك تليفونه بقى يتابع القناة الأولى. دي مليانة؟ مليانة، دي بتاعتي. وأجيب العجينة دي كده، 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 وأشيل الأطراف دي كده. حلو. وأحطها هنا. حلوة يا باشا، تسلم إيدك. كمان واحدة أهي. نملاها واحدة واحدة مع بعض. واللحمة بتاعتي على النار، والخرشوف بيستوي على النار. عينيا اهو. حاضر. عجبتك اللعبة دي؟ اهو. امليها، متخافيش. زي ما هي كده، ونحطها في النص. هي لوحدها. كده الزيادات دي اشيلها. تمام. نقفلها. الله. ونحطها في الكسرولة. هنجيب صفار بيضة ونحط عليه شوية حليب، ونبدأ ان احنا ايه نغلفها بالبيض والحليب وندخلها الفرن. استاذن حضراتكم، اطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف طاجن الفاصوليا الخضراء باللحمة، شوية خرشوف بالزبدة او بالزيت والليمون، ومعانا فطاير التفاح او اوز التفاح، المحشي قرفه وسكر ومكسرات. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتركية الأخيرة، عايزاها بحبة البركة. أهلا وسهلا، عشان البركة تخش بيوتنا. عايزاها بالسمسم، أهلا وسهلا. حلو أوي زي ما احنا شغالين كده. ممكن تحط الحشوة زي ما انت عايزة، تجيب عين جمل بقى، تجيب مكسرات، حط معاها بلوبري انت وجيبك يعني، بس انا بديك الفكرة وانت طبقيها بطريقتك. بتفرغ التفاح بهدوء، حلو، قرفة، سكر، ممكن تستبدل السكر بعسل اسود زي ما انا عملت. دي حبة البركة انا بحبها دايما على المخبوزات. حلو، درجة حرارة الفرن عندي 180، ادخلها الفرن. هو ده الكلام اهو، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبص عليها، شوف الحلاوة، اوز التفاح حصري اهو، حشواتك زي ما انت عايزة. على فكرة برضو معلومة تانية، تقدر تحشي التفاح ده رز بالخلطة عادي، مفيش أي مشكلة. الحشوة زي ما أنت حباها، نفس الطريقة، بتشيل التفاح بتدخل عليه رز بسمتي مع لحمة مفرومة مع قرفة، تبقى عملت فكرة جديدة. بجد يا شيف ينفع الرز مع التفاح؟ طبعا ينفع.